وهلا سمر، خلينا ننتقل الى فقرتنا التاليه. 2000 شخص اجتمعوا الكترونيا بتدريب ورشات على الكتابه بعدد 200 شخص مقسمين لاربع اقسام، اجتمعوا ضمن منصه تعاون تجمع موهوبين، واكيد بتزيد لهم الثقه بشغفهم ليقدموا العديد من الاعمال التطوعيه المفيده، واهم تاليف الكتب وتنسيقها وتصميمها. ولنحكي اكثر عن الفريق معنا أماني الكوكو، طالبة حقوق من فريق وأبدأ. أهلا وسهلا سعد أماني، أهلا صباحك. وسهلا فيكي. وأيضا رنيم الخلف، طالبة معلم صف من فريق وأبدأ. أهلا وسهلا فيكم أهلا صبايا، فيكي، ويسعد سعد صباحك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على فريق وأبدأ. خلينا نحكي كيف بلشتوا، إمتى بلشتوا، كيف بلشت الفكرة معكم؟ هلا بداية كما وافتنا نور أنس طيارة بالتفاصيل، نور أنس طيارة هي طالبة معهد برمجة حاسوب قسم البرمجيات، عمرها 21 سنة. نور أنس طيارة بلشت الفكرة بأنه كان مجموعة من الشباب لاقين توتر وخوف وضعف ثقة بموهبتهم، فنور أنس طيارة لما نشرت كتابها الأول اللي هو بعنوان لعلهم يتفكرون، لقت أنه الشباب بحاجة لمنصة تدعم هالموهبة. فهي إجا إحساس داخلي عندها بأنه هي تساعد هالمواهب وتوجههم لمكان يدعم مواهبهم بالشكل الصحيح ويدعم الثقافة العامة والمجتمع والوطن الحبيب. بعد هاي الفترة صار يزداد عدد الناس يلي يقولوا لنور أنس طيارة، لنور أنس طيارة، أكيد أكيد لنور أنس نوجه طيارة، تحية لنور أنس أنس طيارة طيارة اللي ما قدرت تكون فريقهم معنا اليوم. الثقافي المبدع. طبعا تمام، خلينا كمان ننتقل لحضرتك ونحكي ايضا عن المشاركه. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمه 2000 حدا، 2000 عضو على مواقع شخص التواصل الاجتماعي، تمام، ضمن ورشه الكترونيه من داخل كل بيت فيه اي حدا يشارك معكم هي الورشه. خلينا نحكي شو قدمتوا هي الورشه، قد استمرت كم يوم، ومن بين ال 2000 شخص كيف لمستوا التفاعل؟ هلا نحن عندنا 2000 عضو بمواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، بس نحن الفاعلين 200 عضو تقسموا لأربع ورشات، كل ورشة فيها 50 عضو لحتى إنه يكون عندهم الوقت إنه كل حدا ياخذ الكم من الاهتمام. وطبعا الأنسة نور أنس طيارة هي متابعة كل هاي الورشات بنفسها، وكل ورشة عندها مشرف لتنظيم هذه الفقرات. عندنا كمان ورشة للديزاينر وورشة محررين للمجلة الإلكترونية اللي عندنا. أكيد كثير من الأعمال قدمتوها وكثير من المسابقات والجوائز كمان قدمتوها، خلينا نحكي عن القصص اللي عملتوها وكان لها صدى على أرض الواقع برأيك. هلا بالبداية نحن كان عندنا كتاب إلكتروني، تمام، بعنوان ترياق روحي. الكتاب بيحتوي على 3 أقسام، أول قسم ترياق الصباح، ثاني قسم ترياق في أزمة الحياة ووسط الحوادث اللي نتعرض لها بحياتنا، ثالث قسم كان بعنوان ظلمة ترياق في ظلمة، تمام، الليل. أكيد. وفي كمان عندنا مجلة إلكترونية بتدعم نصوص أعضاء الفريق ومسابقات إلكترونية لتحفيز روح التحدي لدى أعضاء الفريق. تمام، يعني نحن خلينا هيك نحكي، قد ايه انتم صار لكم بالفريق؟ قد ايه صار لك؟ صار لي تقريبا 4 أشهر. وحضرتك؟ تمام، تقريبا 3 4. تمام، يعني ضمن هالاربع شهور شو اختلفت معكم الحياة من خلال هي الورشات، من خلال التواصل مع اشخاص جداد يمكن لحتى يصير في تبادل بالافكار وخاصة الافكار الثقافية؟ هلا اول شيء كان في خوف انه نحن نكتب وشيء يعني ما بننشر او هاد، بس طبعا الدعم اللي قدمه الفريق هو دعم يعني عن جد ملموس، قدموا لنا اياه اكثر يعني اكثر لحتى نتشجع ونكون اقوى ونشارك بعدة مجالات ثقافية. ونحن طبعا بنطمح ليكون انه دعم من وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب.
ان شاء أكيد الله. اكيد كثير من المسابقات اللي قدمتوها، مسابقه ارتجال، مسابقه القاء، وكثير من المسابقات الثانيه. خلينا نحكي عن مجله هلا بالختام من يومين تقريبا، مجله ومضه، خلينا نحكي عنها. كمان في لها شروط الاشتراك فيها، مثل المسابقات اللي عم تقدموها شو ما كانت. طبعا هي لها شروط للاشتراك فيها، كيف الشروط وكيف ممكن الشباب ينضموا لكم؟ هلا بالبدايه انضمام الشباب لانه بيكون عبر صفحه الفريق الالكترونيه بعنوان فريق ومضه الثقافي، اما عن الاشتراك بهي المجله الالكترونيه بيكون عبر مسابقات بتنظمها المشرفين بالفريق، بالاضافه لمؤسسه الفريق نور انس طياره. طبعا هي الشروط، وشروط سهله لكل كاتب يعني لأي حدا. وفي عندكم كمان شغلة حلوة، هي مثلا طالعت آخر شيء هي كتاب تقروه مثلا شهر، وبعد شهر يتم مناقشته. خلينا نحكي مين طلع بالفكرة وكيف عم بيكون التفاعل معكم بهالموضوع. هو كتير كتير انه عملوا، بينزلوا كتاب بيتم شهر كامل، بعدين بيقدموا اطروحات انه نحن عجبنا هذا الكتاب او هذا الكتاب، بنرجع بننزل كتاب ثاني بعد الشهر اللي نزلنا فيه الكتاب الاول، وبيكون في تواصل كبير واقبال كبير من الناس انه على الاطروحات الكتب والروايات. تمام، يعني بالختام قبل ما نختم معكم صبايا اكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق، بس خلينا نحكي مشاريعكم المستقبليه. هلا مستقبلا مستقبلا نحن بنسعى لانه نلاقي اول شيء دعم من وزاره الثقافه واتحاد الكتاب العرب، لانه هذا الدعم كثير مهم بالنسبه لنا نحن كشباب وشابات مبدعين. ونحن كمان بنسعى على نضيف ونحتضن مواهب جديدة بالفريق مثل الرسم والعزف والغناء. أكيد حضرتك شو بتحبي توجهي كلمة أخيرة؟ أول شيء بوجه تحية كبيرة إنه لمديرة الفريق اللي ما حسنت تيجي، طبعا هذا يعني أثر فينا شوي، بس إن شاء الله نكون نحن وصلنا الفكرة ويعني قمنا بالدور اللي عنا يعني مثلا. اكيد هلا بالختام سؤال ختامي لكم الاثنين، هلا هل الكتاب برايكم الكتابه ممكن اي شخص اذا تعلم اساسيات الكتابه من سيناريو حوار كتابه قصه مثلا ممكن يصير كاتب، ولا برايكم لا الكتابه اعمق بكثير، يعني هي بتيجي من الشخص من جوا؟ كيف عم تلاقوا من القراء اللي عم بيكونوا معكم كيف عم تلاقوا هاي الموضوع؟ هلا بالبدايه هي الكتابه بتصير عبر مراحل، فعندنا في عندنا خطوات، وفي عندنا ناس بتكون موهوبة بأصلها، في ناس بتكتسب الموهبة عن طريق القراءة، عن طريق انه اساسيات وافكار بياخذها الكاتب. تمام، احنا بدنا نشكركم صبايا وبدنا نتمنى لكم التوفيق، موفقين يا رب.